علي بن أبي طالب نبي قدر خيبر خيبر وعمل يهود أي مكرجة أي كسو ملقي جرتي علي أريده كهل وح كمد هيد وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا نبي الله صوت قال كو قادم من نمك يهود هذه هلك مكرجة كعسو ملقي يا إلى سديه وكل أي نقول يا سديه هاي أصحابته وحياة هاي عندن مسلمين وإسلام نمد نلشود أي كم وقت أيه هاي مجتمع إسلام نمد الشيخان يا ما هين سد المسلمين ده زمن كنن دعدي زمن كنن ما أنت محادعي إن قرآن كي أسقى قرآن لنا مساجد الله دعوة الله قرحيي دين ت إسلام كنا نلش مسلمين تا يكون نقطة مجع ولبا قوم كنن أب سومالي كو حلنا وحل لقيا با إسلام نمد أنا قفك سومالي كو إنه شكتو قبيلة دنا وحل لقيا با إنه قبيلة دا وكر رقمه وحينا هيد بالعكس كنت وحي هيد إنه قبيلة دا شكتال لدون يي ويرى دورانو ريركا وانكدا شيء وده نسب كي جويان وقفك النسب كي سدين تسلام كو قرية ماله بل إن لا شيء بي دين تسلام كو أي شيء جيسا ولكن وحي هيد إنه دين تسلام كو قفك وكر رقم عيه هيد قبيلة دا شيء قال لقوم الديدانو لتعارفوا إلهي بشيء قوي وانا دسكوك لقرتان وبنو كتشنا لكن مركي نقطة ضد مدنا وحلي نقول قيمنا يا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم كين ينقول الله كعبسك بدن له أم با الله كتير سنة إن يقول دو والله ويدي نبينا عليه الصلاة والسلام دتك أيا أقوم ما موس بدن أو أقوم كرامة بدن بنا نبي قال لقول يدي وحول نبي قول أتقاكم لله كين ينقول الله كعبسك بدن له أيا إن يقوم ما موس بدن أو إن يقول شرف بدن مرقاس النبي قال سؤال أصحابته كعليون وحيد هذين ليس عن هذا نسألك نبي الله حقا مها وحانو جدنا حقا تقوض يا إيمانك يا صفاتك أمتشينا حقا نصبك أيه وجدان مرقابو نبي قد حدا نصبك أيه وديسينا داتك وحا وغم ماموس بدن وغو شرف بدن نبي يوسف عليه السلام إساقي والنبي أبيهين والنبي أبيه أووغين والنبي أبيه ساس أفران والنبي إبراهيم عليه السلام ليس عن هذا نسألك بيدادن مها حقا وحانو جدنا مرقابو نبي قد فعن معادن العرب تسألوني ما معدنتي عربيت بدي ودين صدتك من آدمكم معدن ويان صدر دولك بإلهي معدنت أوكل دقي ملبا عرفي عن ملبا عرحن ملبا خيرات وكبوحا ملبا دايما لدقي ملبا ذهب لدقي ملبا العقل هلا ملبا بيركم مناسبة ملبا بوركم مناسبة فعن معادن العرب تسألوني صدر دولك بمعادن أوكل ليه أوكل معدن في عن يهي ميادي ويدينيسا عرب معدن تيدي تيدي وقدن نمضى في خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا بالنبي قد عليه الصلاة والسلام زمن جاهلي كيني إنه يقول خير كبضنا إنه يقول نمضى فيعنا أم بامركو إسلامنا إنه يقول نمضى فيعن وهدو دين تفهم أبو رسولك يري معدن تددك كجرتا نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صباحه innaga zamankii annan dad badan waxay sheeganaydaan waa zamankan technology-ga horumar ba la gaaray ayaa horumar gaaray barahan aan ku hadlayna horumar gaaray mobile-kaad wadata ayaa horumar gaaray xadiidkan duulaya hawada la mariyay ba horumar gaaray laakiin bani aadantinimada insaaniyadu meesha ugu hooseysay baan marayna maanta caalamka inaku iska daagaal inta la gaaray ba muslimkii ba liitaba hal qisan in sheegi waa dhawayto wadankeena Soomaaliya ayaan meel magaalo ah ayaan diyaarad ka soo raacnay markaa xamar baan u soo soconay nin baa markaa ayag fadhiya aniga nin walaalkii oo ninka xanuunsan waday ayaa ii soo kucuuday sheekho bal ninkan uu jiran yahay u ducee markaas aan ku dhisay uu xanuunsan yahay madaxiisa dhan waxa ku duuban ma aragtaane basma maxaa tiraadaan basma war baalkan cadaad dadka lagu duuba qol isku lahajad faashad baa tiraadaan miya adeer xamar waa naga badan tiin moogta af Soomaaliga ninka la wareegay ba markaas maxaa ninka sidan u dilay oo u dhaawacay waxa la igu yiri ninkan aw rati u lahaa ayaa ninka la ratigiisu cunay ninkii ratiga kala lahaa baa ninkan intuu yimid oo faas ku gooyay baa lagu leeyahay rati cunay baa qof bini aadana maanta aan u bixin laanahay halkan marayna eeg dadnimadeenni maanta Umar al-Faruq radiyallahu anhu جزيرة العرب مركي رسالة النبي محمد أي عليه الصلاة والسلام حق دتك أي لهاين دين الإسلام كنت صوصارتي حق أبد كي دين تصوصارتي حق هواين كي دين الإسلام كنت صوصارتي
من عال جاريتين حتى تبلغا أنا وهو كهاتين في الجنة لبا هبلود بو نبي قولي لبا قبلود نكا قادة كفالة دودا اي تربية ديي اي تربية دودا وناجيي أني إساقو جنة دا سدا سان اسكونا حيبو رسول كو يدي شريعة دا إسلام كو وحي اتمي دي حقوق دا دات كو اي آسين إني سو سار تبي اتمي دي لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام قفك عربي قو ka ajamiga kaga ma sareeyo illa allah ka absi mooyaan maka maalintu nabigu uu soo galay salaadi asar markay gaadhay buu nabigu yiri bilal me ya rasuul allah wa kam bilal maka kaabada fuula ka duleedan buu nabigu ku yiri abdan habashiyan adon habashiya oo sideed sano ka hor magaalada maka hatta riha lawdi aan la waydiineynin ayaa sideed sano kadib waxa ilaahay ku mannaysanaya inay diinta islaamku qiimihiisa kor intee u qaado oo dadnimadiisa diinta islaamku ay soo saarto uu nabi maxamed quraysh oo halkaa fadhida uu yidhaahdo bilaalow halkaa fuul oo ka duleedaan adigu maadinin naas innaga zamankeennan horumar baa la gaadhay yaan maskaxda lagaa geline wax horumar oo la gaadhay ma jiray dib baa loo noqday dib أيام الجاهلية مودائنا كسوغن هاي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض النبي عليه الصلاة والسلام أنا قد بدي النبي يقول قال لي بدي بهوجن نقولنا قال لي ما دوا محي وبد بد بد كين مركات قرط إسكت جرتان إذ قبيالد إيه قرن إيه أدرس كل إنسان النبي يقول يا هاي وقال لي بدي بدي بهوجن نقطان ما أنت الصومالي ودن كنا ملك استيجوا حرب قبيل حرب قبيالدات dagaal casabiyad iyo qabyaalad ku saleysan ayaa meel walba ka horaaya halkaa waxa daliil markaa markaatima doonta ah diinta islaamku carabka inoo ma dhaafin wali carabkeena qalbigeena diintu ma gaadhin marba hadda dadnimadeennii ay soo dhaafilaadahay qabyaalad diin waan ka fognahay walaalayaal waxaa kulannadan loo qabanayaa culammadan ay noogu yimaadeen inoola hadlayaan dadnimadeennii sideen halkiinni aan ugu soo noqonaa sidee baan halkii ilaahay na dhigay ilaahay meel buu na dhigay ilaahay wuxuu kaa dhigay muslim qofka muslimku waxaa la rabaa inuu adduunyada dhan u noqdo hoggaan innakuna waaniga inii sheegay rati cunay baa qof muslima ayaa maaragtaani ku sigtay in lagu dilo cumar bnu khaaab radia allaahu canhu khilaafadiisii waxa uu odhan jiray law casara daabatun fi lciraaq la su'iltu canha lima laa tuslix laha ariiqa yaa cumar faraska ku turan turoonaya ama baqasha ku turan turoonaysa ciraaq dhinaceega shishe anaa qiyaamaha lay weydiin doonaayo la odhan doonaa yaa cumar zamankii khilaafada iyo talada ummadda aad haysay baqashu waa tii dhagaxa ku turan turoonayse maxaad jidadka ugu hagaajin weydaa lay odhan doonaa waa cumar bnu khaaab dadkii jasiirata alcarab iyo shaam ku noolaa cadaaladiisa intay gaadhay oo nabaddii intay gaadhay oo barwaaqadii intay gaadhay oo qof walba gurigiisii uu ku dhargay oo dhallinyaradii xataa loo guurguuriyey oo miskiinda warsanaya madiine iyo maka laga waayey ayuu cumar ka fikirayaa faras iyo baqal shaciraa ku nool jidadkay mareen inuu u sameeyuu ka fikirayaa taqadumkaas islaamkaas sameeyey dad kalaad innagu maanta u nusbaynaa taqadum dadkaad horumarka aan u nusbaynayna zamankeennan waa dadka ubadkoogu 18 jirka ay ku tuuraan odaygii islaantuna badalan can awlaadihim laba ay ay korsanayaan laba ay nin caddaana ayaan ku nidhi maxaa ayga nigu raray wuxuu yidhi aygu iga tegi maayo laakiin labadii caruur aan dhalla way naga tegeen bay idhahdeen mujtamac ubadkii ay dhaleenba ay ka dhaqaaqeen oo kale oo le maaragtaani aybaan korsanayaa ku leh haddaad horumar u aragta ka waran oo ayaga wax ka soo bartayna aad tidhaahdid waa aqoonyahan ka diinta bartayna aad tidhaahdid waa wadaad wadaad ma taqaanan macnaheega wadaad meesha geeri ay jirto unbuu tagaa bay ka dhigan tahay oo qur-aanka ku akhriyaa wadaad kii funuun cilmi alfunuun bashar bini aadan cilmiguu bartay kii soo bartayna bini aadan cilmigu isku geegeeyey kii soo bartayna magaca aan u naqaano waa aqoonyahan
كي كتاب كإلهي برتي إيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام حم بارسنا إيه أمد واحد دتكون نقول إيه سكش قينا يينا واحد صومال وبحس وود أد وحنو باهن هاي إن الكشقين سيد معادن تدتك كجرة الله صبح لهين معادن الناس دتكو هدي هجاجان الدويد ويهجاجي دتكو هدي حمادان الدويد ويحمان وجو سيد بن آدم كحبنت وكهجاج وقلبك هدي هجاج تحبنت أسيب النبي قيدي جوارح ذا أنت كلورنا ويهجاجيان هدي حبنت أسيأي هلا ودي حماتنا جيرك انت كهدي وكلنا وي وضع حمانا يا نبي جنا شيخ عليه الصلاه والسلام حبنتاس سلا سوكال بن ادم كنا وقلبك عالمك حبنتاس وقلبك ابو نبي قولي بن ادم كنا وحي علماء اليهين وقلبك عالمك هجاج بن ادم كوي هجاجان عالم كودن بين وجو هجاجي هدي بن ادم كوي حمادان ادويد وي حماتي وجو إذن بني آدم كم حاجة هجاجية مركا بني آدم كلا عقمة هجاجسو بني آدم كأقوان تم مادي يقول الله برو لقوق فلان ما هجاجسو بني آدم كأول لقوق ما هجاجيو بني آدم كواحد لقوق هجاجيا إلهي عبسدي صبر إلهي أبو ريون وشكاية إلهي جعليسي نبي قوة محمد عليه الصلاة والسلام جعليسي سيد ولد آدم عليه السلام سقا اندقبي بشر الدويدة وحكونا الواء اندوليال اندولو وحال لقاربك اندها قبر راع ودد بادي يهديك الواد خساري عمر الفاروق رضي الله عنه ايا نن ريبني قريضا ايو صومر ونن يهودين مرقى عمر أبو كيري مكو تصاع مكو ديبا أبو كيري ورقد شيء من التوراة دين دي نبي موسى دوشي سلقو سودة جيي كلمات كمدا ايكو قرنيهين مكو ديبا مرقى سو عمر كسو قادو نبي قولي مدي عليه الصلاة والسلام مرقى سو يا رسول الله ورقدنا ننقا كسو قادو ورقدنا وحاكو قرن دين دي نبي موسى دوشي سلقو سودة جيي التوراة إن التوراة آمنتنا ومن الواجبات بل ومن أوجب الواجبات أركان الإيمان كمتها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه بسوق ليسا مركي أرقى عمر بن الخطاب نبي قد شيء سأكيري أي النبي عليه الصلاة والسلام وجهي سيبا اسمد لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونبي أكفر ديبا كيري ثكلتك أمك يا أمك يا عمر يا عمر هو إذا كويدة ميانت أجيد النبي عرض وجهي سكم وقتها يديد ماذا النبي قو ديد أرجع آتري نبي محمد وحو جعل هاي مركو صحابة أو كلا كل منا وجهي سافر حد كم وقنا يسي شيء نب سنة يا مركو أركنا وجهي سنة النبي قال لك جرنا يا علي سلامة وسلام مرة لي مركو عمر أرك وجهي النبي قو اسبد لي أي ورقد يقول لك كثوري لأن عمر بن الخطاب يرى يدم بويدي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أريد أمرك عمر بن الخطاب يري أي نبي فرحي عليه الصلاة والسلام لأن نبي أخذ بديهي مرك أري عجيب نبي قد يري لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا ما أنت إني دح جوغا حدو نبي موسى أدون قد شهد إيمان لها أو دي ساق الراعي لهايدين دريق حق واتكلون تينا واتكوا يعتم رسولك يري والنبي موسى عليه السلام نبي موسى والنبي إلهي صدري من أولو العزم بوكمديا أولو العزم وكليم الله عز وجل هذا الكإلهي بأرادة دوشيدة وكم مغلائي كاسو نبي محمد وليهي أنو إني دحتاغن عدو إساقو إيمان لها أو دي ساقر راعي لهاي دين وادها الله دين بالليل وادها الله دين فما بالوك محاضو ملين مجتمع مسلم كمانت دلن يردي سو ويلالي يقبضو أي معلن كدكتون أي كود ديانا يعني ياد كود دايتي ياد رعسان تحي ياد هرو مركة وقريسا ياد هرو مركة وقريسا
إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين أبو نبي عليه الصلاة والسلام وحانا هيبو نبي قول النصيب نصيب بعد أنا يقول هالشيء بقول النصيب نصيب كنا يكين سيئي أنا قلنا نصيب بني نقول هلا برسولك من الله نصيب كيف يكين سيئي إني قلنا نصيب كنا يكين سيئي أبو نبي قولي وحا نبي محمد من الله يحي هذا تهين ومد ومضاه وقو خير بالنعيد نصيب بعد يعني نقول هلا هذا أنا قلنا أهي ويان معنوه إمام الأنبياء هذا أنا هاي نصيب بعد يقول هالشيء أنا هسقاطا أبو نبي محمد من الله يحي waa muslimiinta halka dhigay dumiyay ee dulleeyay qaxootiga ka dhigay wax kala ma aha waa mukhalafada nabi maxamed sunnadiisa ay khilaafeen taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitabullahi wa sunnati kitabullahi wa sunnata rasulihi laban dhaxali niga tagaya hada labada qabsataan buu nabigu ina leeyahay aniga dabadeed hada labada qabsataan ma lumaysan aakhira lumimaysan weeyaan adduunka dusheedana lumimaysan waxayna dhiba arki maysaan waxayna murugali arki maysaan cidhiidhi gali maysaan ma dulloobaysaan ma qaxaysaan xaggiinaa wax layni xaggiinaa nabada loo soo raadsan doonaa weeyaan macluum way soo maraan islaamku islaamku marxalad wuxuu soo maray hadday aqoon ay tahayna isaga aqoonta laga barto hadday nabadgelyo tahayna nabadgelyada isaga la soo doonto hadday shaqo noqotona shaqada wadanada islaamka la yimaaday soo maray islaamku mawduuca gale maayo culimada ay nagala hadashay culimadeenni ajilada ahayd baa mawaadicda ka hadashay sidan u malaynayo gale maayo laakiin waxaan inii sheegayaa ayuhal muslim halka aan maanta muslimka aad ku arkaysid islaamku ma joogin bal islaamku uu ka sarreeyey marxaladan uu ka sarreeyey hoos baan u soo dhacnay maanta inaku hoos هوس عبد الله بن مبارك رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه ايا بغداد بو سوغلي مساجد كيبو كو وعدي مقالات يو دوحا لغا مقلي ضجه غوخ با لغا مقلي زبيده وزوجتي بقر كاهيد هارون الرشيد حاسكي ساحيد ايا تيري حرس كيبي بي كو تيري magaalada maanta buuq badana maxaa soo galay bal ii sheega waa maxay buuqan markaasaa lagu yidhi caalim min culamaai khuraasaan ah waddanka soo galaya oo soo dhoweyntiisii bay ummaddu maanta dariiqida la taagan tahay magaaladii buu sheekhu soo galay markiiba masjid buu bilaabay darsi buu ka bilaabay masaajidka laana zamankaas culammadu masaajiday ummadda ku tarbiyadayn jireen caamaduna masaajiday ku xidhnayd halka maanta mujtamacan islaamkii adduunyada ku nool mujtamaceennu maqaaxi buu fadhiyaa kii dhallinyaraduna facebook buu dariiqa la fadhiyaa qaarna qaad baa dilay oo qaaday qaadku waa maxay qaad qaad waa qaad uu qaadaa caqligii buu qaaday dhaqaalihii buu qaaday wakhtigii buu qaaday cibaadadii buu qaaday caafimaadkii buu qaaday uu qaaday wax walba raganimadii buu qaaday mujtamacii oo dhan ba uu dumiyey balaayo ka daran baa soo baxday oo la yidhahda facebook social mediaga balaayada ka socota iyaduna waa masiibo ka weyn masiibadaas oo maanta ummadda lagu fidneeyey lidaalika mujtamaceennu innaga bannaanku daadsan yahay halka mujtamaca wanaagsan zamankay ummaddu wanaagsanayd masaajiid iyo culimmada rabbaaniyiinta ayaa berigaa mujtamacu ku xidhnaa masaajidkii buu soo galay casharka waxaa ku taxan dad aan ka yarin boqol kun oo qof hal mar keliya darsigii markuu bilaabay ayuu sheekhi u hindhisooday alxamdulilah markuu yidhi boqol kun oo qof ayaa hal mar keliya qalbiga uga ducay soo tidhi yarxamuka allah sawdka sawdkaasi waxaa laga maqlay qasrigii boqorka zubaydaa ku tidhi xaraskeedii waa maxay guuxaasi waxaa la yidhi dhibaato kale ma jirtee sheekhii loo ducaynayay ducadiisi baad maqashee wax dhibaataa ma jiraan iska nasoo iska fadhi baa lagu yidhi markaasay xanaaqday ninkeedii bay u tagtay haaruun rashiid oo waxay ku tidhi dalka maadigaa xakuma mise wadaadkana xakuma arrintu waa sidee xaraskii buu wareysta wuxuu ku yidhi ayaa magaalada soo galay bal ii sheega markaasaa lagu yidhi cabdullaahi ibnu mubaarak baa soo galay raximahullah caalim min culamaai khuraasaana baa waddanka soo galay oo reer marwaa markaasuu ku yidhi haweenaydiisii buu ku yidhi zubayda iska jiif oo aqalkaaga iska fadhi annagu haddaan boqorro aan nahay
قلفت أمبان حكونا لكن علوبت يكو قلوبت علمتنا قلوبت حكومان أبو كويدي علمتنا قلوبت حكومان مجتمع مركو حق أكسنا سداسي علمتنا دو أقو حدنايان سداسي مساجد دو أقو حدنايان أمد دو وحايا هيد أمد ملك لي لغوه قامنا يو عامد دو دي علمتنا دو مال أمد وحايا هيد إلهي رسول كي سكو حرام إنك أنا ما أنت زمن كان هل كان مرة إنه وادوكتهين إن الددال قادنا نبهن هاي كل جن إنسان نتجي هل مر هل هل مر لقوي يا رو وواحد يقعد يجي سل لقاي هذا دعوة من نقول نسوا وحجوا والله قول حجة يوجو وين الرجي هؤن هؤن يا الرج ير يري وين عامة يا علماء أمتنا إلهي وحوجو تلاقي الديني نكش شقيسوا شغد الدين تأنيك واحد ما أنت أنكر رحنا علوم هذا مي شغد الدين تعامة على جربا تاجر كله جربا عهد النبي جن عليه الصلاة والسلام دين تددال كيجي كوريال كيجا يدفاع كيجا يفدين تيدا أمة الزمن كي النبي قوم كله هرين بمركا إن شاء الله ده سنة جوج زيارة جوج نكون مين السيد وضيع دي هرورين جرينه waxaan noqonaynaa kuwa waxa ay maqlayaan insha Allah amal u bedela insha Allah dhahada insha Allah dhahada amal baan u bedelayna diinta waa inaan u bedelna amal amal marka ay noqoto shariicada islaamku ee adigu aad ku dhaqanta ee reerkaagu ay ku dhaqmaan ee saaxiibada ay ku dhaqmaan ee jaarkaagu ku dhaqmo ee mujtamaa aan hoosta ka bilaabno isbeddelka sarana Ilaahay ba keenay doona marka dambe أنا أقول أنت كرنا لنا جربا إن أنا مدة واحد جرسينه أنت كلا إلهي بعد ما يصير عدا دم يصير يسينا إلهي بكيني دون مركز مرجع إن شاء الله تعالى إن سبدل كينه وها علماء أن كم مغلا إن أكون دغنو أن سكون نستحينه أن يسعفينه أن يسكون دعينه أو إتال كينه بل هدية واحد كلا أنكرين بل هدية دين تنولا شهادة هكم موقته مسلمين تا مستضعفين تا إيمان تا الدنيا دل كود مبيينا إن أنا دعائنا لنقرب أمر والبا إن شاء الله هذا أنا وقتي إلا إيجاري وقتي إلا يقبت إن شاء الله هو إيجاري مقام كان ومقام كان علم هذا أنا علم ما يهرنتي عمد أسمى سجيدة يدل يرى ذا مقاحيها فرد كوا قيلة يا كوا صاحب له كوا سنانه كوا عدنا هل كان ما دام علم دو إيرادين بل كالا يو كلمة دت كوا يرشيغا طلب كاسان كوا إيمانا إنت أسان كوا إيمانا intaas aan ku imanay intaas hadana sheekheyni weynaa sheekh abdul rashid ba ayaa naga dambeeyay culimada ajilada ilaahayna kuwi waxa ay maqlayaan oo ku anfaco allah inaga yeelo dambigeena allah dhaaf dambiga waalidiinteena allah dhaaf diinta allah ino macaaneeyo maralkeena allah shaafiyo mautaatkeena allah u naxariisto amni iimaanka allah ino ziyadiyo muslimiinta meel ay joogaan muwaafiqiin midnimana allah siiyo كوا مستضعفين تلا لينين الله أكبر جار الله أكال مايو ضد بدنو إهل الذي إنه قرابة دينا كوا إن لا شوية كوا إن جم مغن إنتو بدعاء عطسنا يانا مدبل بمرات يسوع معصية لحين قعنت مديك الله كسيو كوا كربيسنا كربا دا الله كقادو دل يريد إن ويل لي قبضة الله إنه هجاتيو ماذا حدينا ماذا حد مسلمين تودنا وحي الدين تودي الدت كوجي الدل كوجا ودنا الله جرنسيو صلى الله على نبينا محمد